خلينا نتكلم شوية عن أمر تاني، ذكريات نجومنا، نجوم الكورة ونجوم الرياضة ونجوم النادي الأهلي على وجه التحديد، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا كابتن أحمد السيد، وصورة من ألبوم فلان النهاردة، صورة من ألبوم أحمد السيد. وخلينا نبدأ بتلقي الاتصال، نرحب بيه أولا، وأسيب أترك الحديث هنا مع نجمنا أحمد السيد للأستاذ إبراهيم حجازي. تفضل يا أستاذ إبراهيم. معانا أحمد. مساء الخير يا أحمد. أستاذ إبراهيم، إزاي حضرتك؟ إزيك وإزاي صحتك أنت؟ إزاي حضرتك يا فندم، وتحياتي ليك يا محمد. طبعا أهلا بيك. أهلا يا أحمد. أهلا بيك طبعا في قناة النادي الأهلي، طبعا بيتي. أهلا بيك، وإحنا سعداء بمشاركتك معانا طبعا، ومشاركة كل النجوم الحاليين والسابقين طبعا، ورصيدهم الكبير من الإنجازات والبطولات مع النادي الأهلي. هسيب لك المجال بقى للحديث الشيق اللي هيجريه معاك أستاذنا الأستاذ إبراهيم حجازي. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. قول لي يا أحمد الأول، أنت فين وأخبارك إيه؟ والله انا موجود، انا يعني انا اعتزلت من سنتين، كنت مع نادي الاتحاد اخر سنتين، واشتغلت في تسويق اللاعبين دلوقتي الحمد لله بشوف شكل كويس فيها، وان شاء الله ربنا يوفقني في المجال اللي انا اخترته ده يعني. طيب احمد قول لي، بعد ما اعتزلت ايه اللي شفته بقى وخلاك تعض على صوابع ايديك ورجليك وصوابع اللي جنبك وفاتك وكنت نفسك تعمله؟ لا والله طبعا يمكن يعني كابتن حسن حمدي كان طبعا الله يمسيه بالخير، كان على طول يقول لنا كلمه، يقول لك انت بعد كره القدم انت ممكن تعمل كل حاجه الا انك تلعب كره تاني. فطبعا بيبقى الاحساس صعب جدا برضو، يعني ان انت تبقى بعيد عن الملاعب دي، برضو بيبقى عمرك كله من انا عندي 9 سنين بلعب كوره، مره واحده تلاقي نفسك بعيد عن الملعب والمستطيل الاخضر، بتبقى الموضوع صعب شويه. لكن برضو الحمد لله يعني دخلت في كارير كده برضو تبع الكوره برضو. ف لا يعني احمد انت فهمت يعني، معلش انا ما قدرتش اوضح لك السؤال. انا بعد ما بطلت الكوره فاكتشفت انك انت كان ممكن تعمل في فتره اللعب حاجات فاتت منك، حاجات حسيت انك انت قصرت مع نفسك وما عملتهاش وكان نفسك تعملها. حاجات كان نفسي اعملها. زي لا طبعا بص، انا يعني الحمد لله الواحد لعب في النادي الاهلي دي عندي والدنيا كلها الحمد لله، انا يمكن يعني حققت معظم طموحاتي في النادي الاهلي كبطولات الحمد لله كل حاجه، بس الحاجه الوحيده طبعا ان انا كان نفسي اعملها طبعا ان انا انضمام للمنتخب بشكل دوري، دي كان بعيد عليها شويه، كانش ليا حظ في المنتخبات مع اني كنت على طول اساسي في النادي الاهلي، هي دي الحاجه الوحيده اللي كان نفسي اعملها يعني. طب وانت اساسي في النادي الاهلي ما تبقاش في المنتخب ولا تبقى في المنتخب؟ هو الطبيعي ابقى في المنتخب، لكن شبه هم المدربين كان لهم نظره ثانيه، ما اعرفش يعني. ما كانش تقصير منك يعني؟ لا خالص انا يعني كان على طول الترشيحات حتى بتاعت النقاد والمدربين ان لازم ابقى موجود، بس ما كانش بقى ليا يعني نصيب ان انا اكون موجود في المنتخبات. طيب احمد انت هل انت في يعني عشان برضو الصوره الثانيه للساده المشاهدين، هل انت على الطبيعه بنفس العنف بتاعك او نقدر نسميها الرجوله الزايده واللعب زي ده، انت في الطبيعه زي في الملعب ولا ايه انت ايه؟ خالص والله خالص، انا يعني انا يمكن كل الناس اللي بتقابلني ما كانش قابلتني قبل كده بيبقوا واخدين انطباع عني ان انا شخصيتي ان انا عنيف في التعامل او انا دمي تقيل، فبيتعاملوا معايا بيلاقوا لا الموضوع مختلف خالص يعني. انا في الحقيقه حتى بهزر وبضحك على طول، انا طول حياتي بقعد اهزر واقعد اضحك، بس طبعا في الملعب انا كنت باخد الموضوع جد شويه. كان بس المانوال على طول انا والجمعه مسمينا الاسدين بتوعي، ما بيهزروش في الملعب يعني. ما فيش هزار، واللي يفوت يموت يعني. كان بس احمد فعلا احمد كان في الحاجتين دول في الملعب، الناس بتشوفه مبتسم وبيهزر سواء مع زملائه في الملعب او مع الفريق المنافس في اي توقف للمباراه مهما كانت مباراه مهمه، والاداء بجديه وروح القتاليه يعني، كان في النقيضين جديه شديده جدا، وانه تشيرفول مبتسم طول الوقت ووشه بشوش الشخصيه اللي بتبقى هو اصلا دايما قلب الدفاع يعني. الاثنين اللي في الحته ديت ما صعب اصلا، لو هزروا لو تهاون للحظه المساله ضاعت يعني. هننسى الصوره، احنا خدنا الكلام معنا طيب احمد السيد وهننسى الصوره يا استاذ. ورينا الصوره يا برجاوي عشان نشوف مع احمد الصوره دي، ايه حكايه الصوره دي بقى؟ انت هنا الصوره دي انت وميسي يا احمد، قول لي الحكايه دي كانت دي 2000 وكام ديت؟ يا 2009 2010 ده الماتش، الصوره دي الاولاني ولا الثانيه يا برجاوي؟ الثاني ده الماتش الاولاني اللي كان في القاهره اللي هو اللي كان في المقاويه 2007، ده الماتش الثاني في بطوله وديه في استاد ويمبلي في لندن. كان لعبنا برشلونه وخسرنا 4-1. ايه بقى كان ليا الشرف، انا اللي كان طبعا كان ليا الشرف ان انا اخدت منه التيشيرت بتاعه في الـ في الـ في المباراه الاولانيه في القاهره في المباراه المئويه، هو كان احتياطي، والمناسبه كان انا في المباراه دي كنت بلعب باك ليفت. مستر مانويل قال لي انت هتلعب باك ليفت الماتش ده عشان توقف ميسي. توقف ميسي
حتى انا قلت له ساعتها يعني العالم كله مش عايز اوقفه انا اللي اوقفه. استقبلت الخبر ده ازاي يا احمد؟ التكليف ده اتعاملت معاه ازاي؟ لما اتقال لك انك هتلعب مان تو مان مع ميسي في ماتش مباراه قدام جمهور واصحابه كلهم مجهزين بقى، مجهزين بقى في الاشات عشان اللقطات بتاعتي اللي هتنزل بعد كده. هو ما بداش المباراه، فهو نزل الشوط الثاني. واول ما نزل فانا كنت بلعب برضه ناحيه شمال ناحيته، فاول وحد جه واقف جنبه انا، فانا قلت له والله انا بحبك جدا واتكلمت معاه قلت له بحبك جدا ونفسي في التيشيرت بتاعك. هو بعد خلاص الماتش عدى، بعد الماتش كل الفرقه جريت عليه. فهو طبعا بكل احترام قال لهم لا يعني نمبر 5 قال يعني رقم 5 قال. كلمته انجلش؟ كلمته انجليزي؟ لا كلمت، لا اكيد كلمته انجلش مش ارجنتيني يعني اكيد. لا طبعا، لا انا بتكلم يمكن تعرف لغه ميسي، يمكن عندك بعض المعلومات في لغه غير الانجلش طبعا، لكن بتكلم ان انت اتعاملت معاه بالانجلش. هو فريندلي، هو شخصيه لطيفه يعني. هو اتعامل مع ده بشكل كويس، ان هم بيقولوا هو على المستوى الخاص بتعاملاته مع الناس انه لطيف جدا مع الناس ويعني ودود. هو ما نسيش اللي انا يعني، هو ما نساش اللي انا قلت له يعني، ما نساش اللي انا قلت له انا عايز التيشيرت بتاعك. طبعا بعد الماتش كل الفرقه جريت عليه، هو يعني عايزين التيشيرت منه، قال لهم لا يعني انا قلت الرقم 5 احمد اللي هو احمد السيد التيشيرت. راح اجيب كل احترام كده، راح مديني التيشيرت بتاعه. جينا في الماتش الثاني، كان نفسي اخد بقى رقم 10، انا الرقم الاولاني كان رقم 19 لان كان رونالدينيو موجود في ساعتها في برشلونه كان لابس رقم 10. فرحت له فقعدت اتكلمت معاه برضه، فكرت قلت له انا خدت منك التيشيرت بس انا نفسي في 10. فقال لي ماشي، قال لي ماشي تمام. فهو الجو فعلا كان برد جدا في اليوم ده. فهو قال لي طبعا، قال لي جوه يعني، قال لي جوه عند اوضه اللبس. فطبعا دخل، ففي بقى اللي هم واقفين قدام اوضه اللبس اللي البودي جارد اللي بيحرسوا الفريق برشلونه، ما رضيش يدخلوا حد خالص، هو دخل على جوه وضاع الفانيلا. راحت. سؤال مهم هنا، محمد فضل انا فاكر في ذكرياته عن التدريبات والتقسيمه في فريق الاهلي حكى لنا ان كانت مشكله مين اللي هيلعب مان ومين اللي هيدافع وهيتولى رقابه وليد صلاح الدين النجم الكبير في تدريبات الاهلي وفي التقسيمه، وكانت دي مشكله، وكانوا بيوصوا وليد يا وليد يعني ايه بلاش كباري، ما بلاش ترقيص جامد قدام الجهاز الفني. ايه المهمه مع ميسي شكلها ايه لما تلعب مان على ميسي في مباراه او اكتر؟ اتعاملت مع ده ازاي وهو في اجماع على انه اعلى لاعب في الدريبلينج في العالم في المهاره والمراوغه والكنترول حاليا في الجيل الحالي؟ طبعا انت شايف ايه؟ طيب لا قول لنا انت احساسك بالمباراه ايه، الحاجات اللي كانت طبعاً مختلفه طبعاً في تحركاته في طريقه تعامله معاك كمهاجم وفي الطريقه اللي انت حاولت تحد من خطورته بيها كمدافع؟ لا هو طبعا الموضوع رهبه جدا طبعا يعني، كان في رهبه جدا، حتى هو يعني حتى الماتشين كان احتياطي ونزل، سواء اللي كان في القاهره او في ويمبلي او في لندن، الماتشين نزل فيهم طبعا. لا طبعا رهبه كبيره طبعا، هو تحركات رهيبه، لا الكره في رجله طبعا، انت مش عارف هو عايز يعمل ايه. فالموضوع كان صعب جدا، بس طبعا يعني احنا مش بنلعب تحت ضغط، احنا مش بطوله مثلا رسميه بنلعب تحت ضغط، فانت بتلعب بتستمتع يعني. حتى كان كابتن حسام البدري المدرب قال لنا استمتعوا بالماتش يعني، هو عارف طبعا فرق الامكانيات بيننا وبين برشلونه، قال لنا استمتعوا بالماتش يعني، وده يخليك تأدي بشكل احسن عموما. طبعا انت كل يعني هي كره القدم عامه استمتاع يعني، طول ما انت كان مستر مان على طول كان لما الجمهور يغني يقول دي مش كره دي مزيكا، هو عارف الكلمه، الناس استمتعوا كره القدم مزيكا، استمتع بيها. وده طبعا كان فرق جدا في ادائنا، يمكن الناس كان يعني من المرات القليله جدا في 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 جيل اللي كانت الناس فعلا اداء ونتيجه، الناس بتستمتع بتكسب بس. صحيح. انت بتلعب تكسب وبتلعب اداء كويس جدا، فالناس بتستمتع وفي نفس الوقت بتكسب. حضرتك عندك اي اسئله ثانيه؟ شكرا يا احمد، بالتوفيق يا احمد، ربنا يخليك. نشكرك كابتن احمد السيد نجم منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا.